هذا غريب، هذا عيب، هذا عار. احنا في قرن 21 كنشوفوا سيدنا الله ينصرو قرن الدول الافريق اوروبا من اجل ماذا؟ من اجل الشعب ديالو باش يكون في مأمن، لان عندنا واحد النمو ديموغرافي هائل وخصو يوجد تشغيل للابناء ديال الشعب. ولكن هاد الناس اللي كيتنصبوا، الطبيب اللي كيدي واحد اليمين ملي كيبغي يتخرج كيقولوا لهم تنقول الحق غادي نكون عند حسن ساكنة، غادي نكون كذا الى اخره، فاش كيكون الضغط كيكون العكس. حنا كنطالبوا بالتحسين ديال الوضع ديال المجتمع، حنا كنطالبوا بالتجهيزات ما كايناش، حنا كنطالبوا بعدة اشياء. حنا هذا الفريق هذا اللي في هذا السبيطار الى مشى لعب واحد مقابله ديال كره القدم مع الفريق ديال الصحه اللي في تلمس غادي نجيبوا 10-0، غادي يغلب لنا تلمس. علاش؟ تلمس فيها 4000 ديال السفينه وكلشي فيها موجود. 4000 نجمه شي حاجه ما فيهاش، هذا عيبها. على المسؤول ان النداء ديالنا اليوم لهنا جينا من اجل ماذا؟ من اجل ان المندوب ديال الصحه سيد العامل سيد الوزير باش يشوفوا بحال هاد السفينات، لان احنا ولاد الشعب ولينا حنا حقوق وعلينا واجبات. لا
سيدنا الرعاية يا سيدنا الضيف الملك الملك المشهودة وكنطلبوا من الاخوان اللي كيديروا الدراما هذا انهم يقفوا
اسمع اخر موت كيف لا يا من دور اسمع اخر موت كيف لا يا من دور اسمع اخر موت كيف لا
Hey,
على أن المواطن
واحد القدر من الوعي كجرعه بالمسؤوليه اللي عليها وكنطالب بحقوقها بشكل حضاري ومعقول ومشروع. وهذا دورنا كنشكرو الجميع وموعدنا ان شاء الله وقفات اخرى لا شاف الله احنا غادي نديرو من الحرب الطبي ديالنا. هادشي اللي كنطالبو به من اجل تحسين ديال الوضع الصحي في معهد قرموز. وكنشكرو الجميع وشكرا للجميع وكنطالبو موعد ان شاء الله بوقفات اللي غادي نعلو عليها من بعد ان شاء الله. وكنقول لهم هذه هي البدايه ليس بنهايه لان الناس ديال المديريه ديال الصحه كنا فكرنا في واحد الوقت احتجاجيه وجاو عندنا واجتمعوا معنا وعطونا وعود ولكن الوعود كلها تبخرت كلها يقضوا. حنا دازنا من السيد العام لكن بدون جدوى. اليوم الدور ديالنا كمواطنين ليس كمسؤولين بل كمواطنين كنطالبوا بالحقوق ديالنا. انا شخصيا عندي الزوجه ديالي مريضه مرض مزمن وجيت عند الماجور ديال المركز وطلبت منه الدواء ديال الزوجه ديالي. قال لي الدواء ما جاش من شهر واحد لقرموز. هذا راه عيب وعار باش يكون قرموز اكبر جامعه في الاقليم وما يجيش الدواء من شهر واحد. حنا راه نص السكان ديال الصويره واش عندنا حنا 4% من داكشي اللي كاين في الصويره واش عندنا 0.0.1%. هادشي راه عيب وعار. انا كنشكر الساكنه وكنشكر على التضامن ديالها وكنبغي الناس ديال قرموز كلهم يتضامنوا ويكونوا فيهم هاد الحماس دائما ويطالبوا بحقوقهم ويكون على يقين تام راه الحق كيتبدل هنا كيتعطل. راه الدري الا كان حازنا امو وتبقى ناعس اللهم غوض الارض غوضوا عباد الله باش تاخذوا حقكم. طلبوا حقكم كما طلبناه بطرق حضاريه بطرق احتجاجيه اللي كانت حضاريه وسليمه وسلميه ما بغيناش نجرحوا فيها شي واحد. كنطالبوا فقط حقنا في الدستور اللي كيمتعنا بالصحه وكيمتعنا باش نتعالجوا في واحد الظروف اللي تكون مواتيه. حنا ما عندناش ابسط حاجه ما كايناش فقر موضع عباد الله. واش طونسيو كتجي تبي تعبر طونسيو كيقول لك ما كنعبر في اليوم تنهار ما عندي حاجة يقول نثار يزال حبيبي سير على الفرنسيا، 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 سير على ال
وحنا شكرا 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 لكم كاملين. عاش الملك أيها السادة والسيدات أيها الساكنة المحترمة، وكنعلنوا بعد الشكر ديالكم، الشكر لكم الجزيل. أيها الإخوان أيها السادة، كنبغي نختموا هاد الوقفة هذه لأننا وصلنا الميساج للناس المسؤولة على أساس قوة في الدور ديالهم، وكنتمنى صادقا باش الناس المسؤولة تنتبه للساكنة ديال عقرمود لأن هي أكبر ساكنة في الإقليم، أزيد من 16,000 نسمة، طبيب واحد لا يكفي لست رغبات الساكنة. حنا بينا يشوفوا حال هاد الساكنة هذه، لأن ساكنة كبيرة بكل معقول خصها حقوقها وما تهضرش، وما بقى لنا إلا نودعكم وكل ونحركوا بواحد الهدوء وبواحد العقلانية، وإلى موعد لاحق في حول الله إن شاء الله. عيش الملك عيش الملك الفيطر نصحى الفيطر نصحى الفيطر نصحى الفيطر نعلن عن نهاية هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية
وهذا ما هو الا بدايه قلنا لهذا المسلسل النضالي ديال سكان جامعه قرمود. وكنشكروا النساء وكنشكروا الاطفال وكنشكروا الشباب وكنشكروا المجتمع المدني وشكر الناس كاع الجمعيات اللي قامت بالدور ديالها. وكنشكروا على قنوات التواصل الاجتماعي وكنشكروا الشباب وبغيناهم يشروا هادشي على نطاق واسع في الفيسبوك وفي الواتساب باش وصلوا الصوت ديالها ان شاء الله. اذا شكرا لكم شكرا لكم والى لقاء اخر. عاش الملك عاش الملك. شكرا لكم. شوف شحال المسافه اللي كيضربوا هاد الناس، راه الناس كيجيو عند السبيطار فوق 14 على الدار على الدار ديال الهيمه. وكاين المراه اللي تعدى 60 سنه و 70 سنه وكنجي على ظهر ديال البهيمه وخطر براسها وكنجي لهنا وكيقولوا لها اليوم ما كاينش هاد الحاجه، ما كاينش الطبيب، ما كاينش الدواء، ما نعبروش طانسيو، ما نعطوش الكينه اللي هي اقل حاجه ديال العيالات اللي هما منع الحمل. سيري تجي نهار الخميس، سيري تجي نهار الاثنين، سيري تجي نهار كذا، لان السبيطار هذا تهمل وتشمل وتشوه. وهذا السبيطار هذا قهرنا في بعض الناس غادي يضربوا يجوا مسافات بعيده باش يبعدوا على السبيطار. السبيطار هذا واش ما عندوش شي عيون يشوفوا الناس؟ واش ما كيبانش؟ واش نحن غبرنا بحال الا غبرنا في هاد الدخله هادي يا عباد الله؟ خاص الناس يجيو يشوفونا، خاص الناس يجيو يشوفوا هاد الناس اش واقع عليهم، خاص الناس واش هاد الناس كيجي تعالى شي واحد الغفله، واللي بيجي كيعلم، واللي بيجي. ونتمناو من رئيس الحكومه ينتهي ينتهي الفينتا قلت لينا ويجي يشوفنا، ورحنا جمعيات كنعوطوا على حقوقنا هذا وكنوصلوا لسيدنا الله ينصرو، لانه هو متكلف لينا ودار تمر علينا وهو اللي متحمل هذه المسؤوليه لينا، لينا هو باغي الناس اللي يحمل المسؤوليه الناس يقوموا بها وهما مضيعينها. حنا كاين عندنا شعبه كنقطعوها ما يقطعهاش الانسان، ولو كان باغي يموت يموت وبقى موت غير في دارو ما يقطعش هذيك الشعبه. وكنجيو كنجيو للسبيطار وما كنقضوش فيه الغرض ديالنا عباد الله. ولهذا كنتمنى الناس يسميتو راه حنا ما قادرش نتقوا وغادي نمشيو غادي اليوم هنا وغدا بجهه اخرى. وشكرا. افتح حفيد على البركه الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين سد وليدي اهل اهل الثوره. اليوم الخميس الثالث عشر من شهر 7/2017 نحن امام المركز الصحي بجامعه قرمود. نقول لكم هذا الفيديو مباشره ايها المشاهدين الكرام اينما كنتم وحيثما وجدتم، انا نقول لكم هذا الفيديو المباشر على الفيسبوك مباشره تتابعون الان هذا الفيسبوك من هذا الفيديو المباشر. نقول لكم من جامعه قرمود اقليم مدينه الصويره 20,000 نسمه تحتج كبير ونساء رجال ونساء يحتجوا لان هذا المستصف لا توجد فيه الاطور الذي يوجد فيه، هما دائما في غياب متكرر في غياب متكرر، والناس هنا يموتون ببطء ببطء، لا دواء لا 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 بيرمانوس. الحاله لا يرتى لها. نقول لكم هذا الفيديو مباشره ايها المشاهد الكرام اينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا المغرب الحبيب. نقول لكم هذا الفيديو الذي تشاهدون الان سكان جامعه قرمود ينتفضوا. الى اللقاء، انا المالي عبد الجليل الذي قلت لكم هذا الفيديو المباشر. والدواء كيجي للسبيطار ويباعو عايش الملك عايش الملك عايش الملك عايش الملك عايش الملك. ما كاينش الفانيل مسحوط، كاين يحطوا الماء للحوان تبيعوه، ما كاينش في السبيطار. الطوموبيله دخلت وجيت من الفانيل قال لي ما كنسير للصيدليه. الصيدلي قال لي جيب لي ورقه، عملت لي جبرت هذاك اللي معطيني ورقه مشى ما هو كاين. كما تستمعوا كما تشاهدوا ايها المشاهد الكرام، ربما معنا شي واحد اخر غادي يعطينا شي كلمه. انا جبت المراه دابا ديتها نهار الجمعه دوزتها للسبيطار الصويره عطاني جوج شوكات، وديتها من شديتها الطوموبيل دوزتها عطاني جوج شوكات كي واحد دبها اليوم الجمعه، واخرى نهار الاخر اللي خطا التاريخ ما غاديش الدقة خسر الدقة نهار فلفلاني نهار السبت خسر الدقة. جيت هنا السبت جبرت السبيطار بشدود، شديت الطوموبيل ب 24,100 ديتها المستعجلات للصويرة، دكيت ليها الابرة عاود رديتها ثاني لهنايا. هاد السبيطار لا حالة لا يبتى لها، لا حول ولا قوة الا بالله. كما تشاهدوا ايها المشاهد الكرام هذا المركز الصحي كان فيه القديم لا باس به، واليوم اصبح لا 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 في حالة لا يرتى لها. والناس هنا اي واحد جا عنده شي
كما كان يبرا ولا مرسكاري ولا في بغى شي اقراص يهدى شي حاجه شي الام ولا شي حاجه راه ما كيلقى والو ما كاينش نهار السبت والحد ما كاينش بيرمانوس ديال الليل راه ما كاين لا لا واحد السيد اخر عاود ثاني كان جوج سبت وحد ما كايناش المداومه وملي كتفوت الجوج ديال النهار ما تلقاش شي واحد حتى النهار الاخر هذا السبيطار واحد الحاله فيه لا يرثى لها وشكرا. كما تشاهدون المشاهد الكرام اينما كنتم هذا الفيديو نقول لكم مباشره من جامعه قرمود اقليم الصويره التي الكثافه ديال السكان هي 20,000 نسمه بدون ادواء بدون تطبيب حاله ميزريه هذه فضيحه تكسب الى وزير الصحه هذه فضيحه جديده تكسب الى وزير الصحه وحنا من هنا كنقولوا عاش الملك عاش الملك عاش الملك مطالب عايش الملك عطاني عقرب وقال يا سير يومين وجي عاود اسمع اسمع انا جيت عطاني عقرب وقال يا سير يومين ورجع شو كما تشاهدوا أيها المشاهد الكرام 20,000 نسمة هنا يموتون ببطء لا حول لهم ولا قوة كما تشاهدون أيها المشاهد الكرام كاين شي كل النساء ما بقاش شي واحد هنا وما عنده حالة هنا في جامعة قرمود مباشرة نقولوها لكم على هذا الفيديو المباشر كيقول لهم ما عندها دواء ما عندها والو وكنصيفطونا كنبقاو نموتوا وما كاينش الدواء مباشرة كما قلت لكم تتابعوا هذا الفيديو نقول لكم مباشرة قلت لي يا مالايا خرجي عاشوفي عطيني ورقة اللي سعف قالت لي طايل اثنين وانا مات السبت كيتسد على كل شيء سبيطار كيتسد السر كنقول لكم وكنأكد لكم ان هذه وقفة احتجاجية غتعطي واحد غتعطي واحد الشحنة مزيان للناس باش يبينوا باش يوصلوا الآلام ديالهم يوصلوا هذاك الشيء اللي كيحسوا به إلى المسؤولين فين ما كانوا انا جبتها مريضة جبتها مريضة قالت لي راه ما كايناش طبيبة مشيت للفرماسيان قال لي جيب ورقة مني مشيت لها بقيت نتلف فيها ولا تخلص الدواء خلصت عقويل بات وصافي كون كتشوفوا ما كتسمعوا أيها المشاهد الكرام هذه حالة لا يرتلى فيه جماعة قرمود 20,000 نسمة كما قلت لكم بدون طبيب بدون حالة مزرية في غياب العطور في غياب المتكرر في لا ما كيضبطوش الوقت العمل وهذا يؤسف كل سكان عايش الملك عايش الملك عايش الملك عايش الملك انتم كما تشاهدون نقول لكم هذا الفيديو المباشر نقول لكم من جماعة قرمود اقليم الصويرة الحالة كما تشاهدون ايها المشاهد الكرام الحالة تؤسي الحالة I don't know.